نعم أستمع إليك جيدا. نعم هل من تسريبات حول ما وصلت إليه المشاورات الآن في مقر اتحاد نقابات المغرب العربي؟ فدوى نشاهدك صوتا وصورة. فدوى أنت معنا مباشرة على الهواء. طبعا يبدو أن أجل حسب تسريبات أكيد ليست مؤكدة بطبيعة الحال، هناك عودة إلى المربع الأول للحوار الذي تعطل على أثر الحوار. أكيد هي الثنائية بين شخصيتي السادة محمد الناصر وأحمد المستيري. نعم. وهناك حديث عن فرضية أخرى هي فرضية الفريق الحكومي المؤلف من ثلاث شخصيات، وهذه الفرضية ترفضها الجبهة الشعبية على اعتبار عدم ورودها في خريطة الطريق التي قدمها الرباعي. نعم فدوى شكرا لك، نقعد على تواصل في حال عندك جديد تتدخلين مباشرة لتقدمي لنا المعلومة في وقتها. شكرا لك. شكرا. فدوى إذا البارح فما فصحة أمل باختيار شخصية الفيلالي لتولي منصب رئاسة الحكومة، سرعان ما تبعثرت الأوراق كما قال زميلتي إنصاف بن موسى في التقرير.